مرة أخرى أبو ظبي تستضيف الزمالك والأهلي، ومرة أخرى السوبر والملعب ملعب محمد بن زايد. هذا ريني فايلر طبعا، محمد هاني، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، علي معلول، حسين الشحات، ألو ديان، عمرو السولي. البداية الأولى، هذا التهديد الأول، وهنا طبعا يقول له ناظرني. هذا محمد مجدي أفشه، وعلي الفريق الأكثر جماعية في المباراة في بداية المباراة، وهذه التسديدة، وأبو جبل، أبو جبل حارس مرمى طبعا يعطي أبو ظبي، وانطلاقة للشحات، يأتي بالكرة الخطيرة، تسلل الأول في المباراة الآن. هذه العرضية، كرة الأمام خطيرة، الله الله، فرصة خطيرة جدا، يتقدم الآن معلول، أبو جبل، محمود على ضربة جزاء، ركلة ترجيحية، حية الثانية، يتقدم، يسدد، ماذا عن التونسي فرجاني ساسي، فرجاني ساسي، يسجل، النادي الأهلي، النادي الأهلي الآن، النادي الأهلي الآن، ويسدد، أشرف بن شرقي، يتقدم، يسدد، ويسدد، الممتاز، يتقدم الآن، يتقدم الآن، محمد الشناوي بخبرة كبيرة، كرة في المرمى، قال القادم من رامي ديانا، يتقدم ويسدد. We'll be right back.